تحية صباحية متجددة عودنا ولنا لكم. وفي الجزء الثاني من فقرة الأمومة والطفولة كما اعتدت عليها مشاهدينا كل يوم خميس جيكم نسرين ماشطة وهي رئيسة الخلية الوطنية للرضاعة الطبيعية للحديث عن مختلف المواضيع المتعلقة بالرضاعة الطبيعية. والموضوع اليوم تسوس الأسنان عند الأطفال الرضاعة. إذا صباح الخير نسرين ومرحبا بك معنا. صباح النور سيدة فريال، صباح الخير مشاهدينا. إذا نسرين، في الكثير من الأحيان يكون عندنا أطفال في البيت وكاين بزاف أطفال الآن يعانيوا للأسف من تسوس الأسنان. قلنا الرضاعة الطبيعية هي السبب وراء تسوس الأسنان. أنت من خلال الخبرة تاعك والتكوينات تاعك المختلفة والدراسات تاعك راكي قائمة على هذه الخلية الوطنية، وشنو هي النتائج اللي توصلتوا لها من خلال هناك علاقة؟ نعم، جوستومون الموضوع هذا بين الخطأ والصحيح في تسوس الرضاعة بسبب تسوس الأسنان بسبب الرضاعة الطبيعية. هي شوفي السيدة فريال، أي حاجة يعني تصرى للبيبي رايحين التي بالرضاعة الطبيعية رايحين يجرموا الرضاعة الطبيعية هي السبب. الوغ كو نورمالمون يكون تشخيص يبحثوا على الاسباب اللي دخلت في وجود الرضاعه الطبيعيه. ما تقوليش باسكو الرضاعه الطبيعيه كي تنولوا هكذاك صافي دير مالا ان بيبي الي نوري او بيبرون ياخذ الزجاج الانيا البيبرون، صافي دير هذاك ماشي معرض للتسوس. يعني هدايا الحليب الصناعي هو محفز او كونترير هو اللي حيساعد في هذه الاشياء، لكن كاين خلفيات كاين اسباب تتدخل في هذه الاشياء. وحنايا كما سبقنا تكلمنا في الحلقات السابقه اذا تذكري سيده فريال، قلنا باللي الحليب تاع الام فيه كما نقولوا تركيبه حيه ذكيه، فيها عده اشياء، كل تركيبه كل معدن فيتامين بروتين متواجد في حليب عنده المهمه تاعو في جسم تاع الرضيع. من بينها واش راح نقولوا دركا اللاكتوفيرين، هذايا هو كما نقولوا مضاد للجراثيم والبكتيريا في الجهاز الدفاعي تاع الرضيع، وخاصه في لابارتي هذه بوكال تاع لو بيبي في الفم تاعو، هو بمثابه مضاد حيوي طبيعي باش يتغلب على الستربتوكوك اللي هو المسؤول الاول على تسوس الاسنان. يعني ديجا الحليب ولا هنايا باش يحمي من التسوس، من التسوس هو وقايه يعني الحليب تاعه. دونك يلحقوا يجرموا باللي الرضاعه هي سبب، هذا خطا. كاين عوامل اخرى رايحه تدخل في هذه الاشياء. نزيدوا نقولوا طريقه المص، طريقه هي الدراسات يعني اللي راهم يجتهدوا في الرضاعه الطبيعيه وحبوا يعني يعطيوا لها قيمه اكثر، غير ان احنا كمسلمين ونعرفوا بلي القيمه تاعها لا نقاش فيها، صدق هذا صنع تاع ربي سبحانه، يعني ماشي حل الانسان اللي صنع هذه الاشياء يعني لا نقاش فيها، لكن هما راهم لهنا باش يحطوا يجسدوا هذا الافكار والمعلومات المعجزه هذه الربانيه. دونك هذا المص تاع الرضيع رايح يساعد في تفادي هذا التسوس. اغلبيه الرضع بعد العام باش يبداو يبانوا هذو المشاكل تاع الاسنان. ديجا اصلا ربي سبحانه دار لنا التركيبه تاع الحليب الفوسفور والكالسيوم والكازيين، هذوما يعطلوا خروج الاسنان باش يعطوا لها كيما نقولوا من الجذور يعطيوا لها لاباز تاعها الاساس تاعها. بعد العام ما يقدروش ما تكونش خلاص هذه الحمايه اللي تواجد هذو. ديجا ما تسيبيش ان بيبي خرجوا كامل سنانه في عام. دونك لعدة هذه الأسباب باش يعطوا القوة الكالسيوم الفوسفور هادو. وعلاش الاختلاف تاع قلت لك المص عنده حكمة تاعو، خاطرش حنايا البيبي كي يبدا يرضع ويحل فمه مليح بطريقة صحيحة التقاط صحيح حيخرج لسانه ويطبع هذاك رأس الحلمة للداخل يلحق للحلق والقصبات الهوائية بداية تاعهم. يعني واش راح يسمح الحليب حيتفرز مباشرة للداخل، فهمتي؟ دونك وتواجد اللعاب، وعلاش ربي عطانا اللعاب لتنظيف الفم ايضا. دونك هذاك اللعاب مع الطريقه تاع الاليه تاع المص تاع الرضيع رايح يدخل مباشره، يقعد كميات قليله يتعاود ترجع تتواجد لهنايا.
هنا اللعاب اللي يلعب الدور تاعو بلوس الحليب اللي يكون فيه لاكتوفيرين اللي راح تقضي على البكتيريا المتواجده باش ما تتشكلش ترسبات ولا بلاك دونتير اي تو. فهمتيني وعلاش الاليه الحليب خليني نقول لك ما راحش يتواجد مباشره لمده طويله في فم الراجل اكزاكتومون واذا تواجد او كاين اللاكتوفيرين هذه اللي قلت لك هي اللي حتقضي على الستريبتوكوك هذوما اللي العنقوديه هذو اللي مسؤولين على تسوس الاسنان. هنايا البيبرون اللي هو كونتخيغ هو اللي يدير هذه الاشياء المشاكل باسكو يقعد غير متواجد لهنا والحليب يقعد بكثره لهنايا وما فيهش لاكتوفيرين الطبيعي وكلش اللي رايح يقضي على وفيه اضافات هي خلطه تجاريه اكزاكتومون كثير السكر الحموضه تاعو طالعه وكلشي وكونتخيغ راح يتواجد لهنا هو اللي المسبب الاول للتسوس الاسنان. الان من بعد تيك يدخلوا اسباب اخرى يعني هاوليك ديجا الاليه تاع المص مختلفه يعني كي تكون الالتقاط صحيح والام تمد بطريقه صحيحه يعني ما كاش المشكل يصب ديريكتومون. الان كاين مشكل اخر تاع اللجام يقدر يكون اللسان مربوط لي فران دو لونغ ولا لابيال ولا تو ديبون واش يكون يقدروا حتى كاين لي فران لهنا اللجام تاع الخدود هنايا تصيبي الام اما ديجا اصلا تشكي من الم في الرضاعه كاين اللي يقدروا يتغلبوا على ذو الالم وكملوا هنايا واش دخل فيه تشخيص تاع اللجام ما ندارش بطريقه صحيحه واش حيصرى اللسان ماشي حيخرج يقعد دايم من الاخر دونك الراس تاع الحلمه ماشي حيلحق كيما نقولوا دونك يقعد دائما متواجد لهنا نفس الطريقه تاع نقولوا البيبرون هنا اللي حي يسرى صديق هذا الرضيع اذا ما كشفوش عليه وما قطعوش هذاك لو فران وكل شيء راح يكون معرض للتسوس تاع الاسنان تقعد دائما هذيك الطبقه لهنا ومعرض ثاني لي ميغي بوغ الداء الحر والمبيضات المبيضات هذوك يعاودهم باستمرار باسكو يقعد يتخبى الحليب لداخل في الخدود في الاخر دونك هذه كيما نقولوا درس اخر في الفطريات ولا في اللجام وكل شيء ليسونسييل هادو هما اللي يقدروا يديروا ومن بعد تسوس. نعم دونك سي بور سيت ريزون لازم يكون تشخيص ننزعوا السبب باش نلحقوا للرضاعه الطبيعيه ما نلحقوش بلي الرضاعه الطبيعيه هي السبب في هذا الشيء. نزيدوا نقولوا اشياء واحده اخرى في التسوس شكون هما كاين التغذيه كاين نقولوا المحيط تاعنا واش يمد لهذا الرضاع سكريات نمدوا له اشياء العصائر فيها الحموضات بزاف بي اش طالع وكل شيء وايضا في اللي في مشكل تاع اللجام ثاني كذا ما كشفناش عليه رايح يخلي اللسان دائما ناشف باسكو علاش الفم تاعو دائما اللسان تاعو معرض للهواء يكون جفاف للعاب دونك ما كاينش نيتواياج ما يلحقش كامل للفم دونك اللعاب يلعب دور مهم. كاين مساكن اللي عندهم مشكل تاع الغدد اللعابيه ما يقدروش يكشفوا عليهم في هذه الحاله دونك ما كاينش لعاب باش ينيتوا دونك هذا الرضيع معرض للتسوس ماشي الرضاعه اللي عاوده او كونترير قلت لك الرضاعه لحد ما تقدم حماية وقاية وإذا صرا هذايا الشيء رايحة تلعب دور فوالا الدور تاع الدواء رايحة تنقص تعمل كيما نقولوا مجهودها باش مي كاين حاجة تيكونوا اضطرابات وخلاص ما تقدرش الرضاعة تدخل باسكو الله غالب تماك اللي يصرى هذا التسوس كيما نقولوا علماء الانثروبولوجيا واش يقول لك باللي مئات السنين داروا دراسة على الجهاز الهيكل الهضمي تاع الأسنان فك مئات السنين لقوا اقل من 2% من تسوسات تاع عند الكبار لكن عند الرضع ما لقاوش لي بيبي اللي داروا لهم الدراسه ما لقاوش فيها باسكو علاش رضاعه طبيعيه حصريه طويله وما كانش اصطناعي وما كانش ايضا الاكل غير غذاء صحي وكل شيء كانوا ياكلوا دونك ما كانش كاين تسوس يعني كاين عوامل اخرى اللي خلات اللي ضعفت الرضاعه ماشي الرضاعه اللي دارت هذا الشيء. واش لقاو بهذه من هذا المنبر لقاو باللي الاكل تاع الرضع وحتى الاكل تاع الام ايضا هذه نقطه مهمه كي تكثر اثناء الحمل اثناء الحمل سيده فيها نعم اثناء الحمل ديجا راهي معرضه للادويه دونك هذوك الادويه ثاني كي يضعفوا هذه المنطقه هذه ايضا
يجوز فيها الفركتوز، الفراكتوز هذاك هو مسبب تانيك للتسوس، يجوز على طريق الحبل السري، وايضا في الحليب ايضا يجوز. يعني هنايا وهذه نقولها لك، الام كتكون تكثر من السكريات، حنا على بالنا بلي كلشي يجوز في الحليب، وهذا واش ما تقولي لنا، هل هذا يؤثر على الحليب تاع الام، على المذاق تاعو، على مستوى السكر فيه؟ اذا الرضيع معرض لهذا، لي بريديسبوزي بوغ سا، كاين اللي رضع اللي ما يتاعهم المينا تاعهم يكون قوي، يعني ماشي حيأثر بصفه. بصح كاين هذوما هنا واش ندخلوا من باب تاع الوراثي، الجينات، اذا ما كانتش الام صح، يعني فيه الحاله تاع تسوس في الرضاعه، لازم كل ام ناخذوها على حده، كل رضيع نشخصوه على حده في التسوس، طريقه النظام تاعها، ماشي باسكو هذيك تسوسوا ولادها تسوسوا لها سنانهم، صافي دير الاخرى تانيك لا تقولها حبسي الرضاعه سورتو تاع الليل، هي هذيك اللي راهي اللي يجرموها، لكن انا يعطيني قبل باش نلحق انا الرضاعه الليليه هي اللي سببت لك هذا الشيء، اعطيني قبل كيفاش نمط الغذاء تاعك تاع الرضيع، اسكو تنظفي من بروز الاول بروز تاع لادون، اسكو نظفتي فيها، اسكو تتفادي هذوما السكريات؟ ما عندناش هاد الثقافه في الجزائر، يعني لي سيرو صغار الاطفال يعني نقيو لهم الوغ كو سي تري امبورطون سورتو بور دي بيبي بريديسبوزي ا سا، سادير سورتو اذا كان شافت ديجا في عندها ولا خوه ولا سادير لونتوراج محفز لهذا، ايضا كاين لازم منذ البروز بالماء بقطنه بكل شيء ديرها، اذا شفت هذوك البقع بداو يشغل يتراكمو تقدر دير بيكربونات مميه، لا ماشي كل يوميا بانتظام، لكن دير باسكو حنا قلنا ديجا الفطريات ننظفوا بها، هي ليست دواء لكن نقدروا ننظفوا بها. دونك دير هادو السلوكات، كاين دوكا خرجوا هادوك تاع السيليكون هادوك ينقيو بهم، دونك الام ماشي شرط لازم تكون نظافه وين خلاص دير اون اوبسيسيون، مي مي داك هكذا كي تفكر دير هادوما سلوك يعني مليح وفي لصالح ايجابي يتعود عليه الطفل، يعني منذ الصغر يعني نعلموه نظافه الاسنان. اسنان اكزاكتومون، دونك في الحاله تاع نظافه الاسنان الام هي اللي تتدخل، سورتو اذا البيبي ما يحشكش ما يبزغش ما يخرجش الخارج، هنايا عن طريق برك الماء، وقلت لك من داك البيكربونات، باسكو علاش تفادى معجون الاسنان؟ خاطرش فيه الجليسيرين، والجليسيرين واش تعمل؟ تعمل طبقه على اللعاب ما يقدرش يدخل باش ينطوى ينظف الوسمو، دونك تتفادى الدونتيفريز، باسكو ديجا اصلا ما يعرفش يبلعوا ماشي مليح ليه، يشونج لا فلور انتستينال تاعنا تاع الرضيع، واذا كي يلحق الوقت وين يعرف يخرج اللعاب تاع حاشا كيبصق، في هذه الحاله تبحث له على معجون اسنان اللي ما فيهش الجليسيرين توجور، باش تتفادى حتى تخرجوا برا الامن، هو يعود يعرف الجهاز يكون تاعو صديق معزز. كاين ايضا قلت لك الادويه تدخل في هذه الاشياء، سواء للرضيع لي خاصه اللي فيها الحموضه اكثر، اللي فيها السكريات اكثر، لي سيغو هذوك زعما اللي يشربوا زعما تاع الحمى تاع هذيك، دونك في هذه الحاله لازم الام كي تعرف بلي مدت هذاك لو سيغو تروح تنظف ثاني الاسنان باش ما يقعدوش باش ما تضعفش. درك ايضا التاباجيزم باسيف سلبي، هذاك ايضا اذا كان الاب ولا الام الاخر راضع في الليل معرض لهذه الاشياء الحموضه، تقدر تاثر عليه. كاين اللي اصلا الاب ولا الام عنده بكتيريا في الفم تاع التسوس، رايح يقدر يعطيها الاخر كيما شاهدوا في الصوره، يكون ياكل ولا الام تحكم تاكل باش تذوق ومن بعد تعاود تعطيها له ليه للرضيع ولا الاب عن طريق لي بيزو ولا كيفاش نقولوا البوسان القبولات وكل شيء، دونك هذا يقدر يدير اي حاجه. كاين دي سوسات، كاين دي بيرسون يحكموا لا سوسات لي يشجعوا لا سوسات والبيبون يحطوا في فمو ايه باش يدير زعما تيك خرجت هذيك الدراسه تاع باش الام تعطي له المناعه وجو سي با هذيك الاخر باسكو عندها هذيك بوغ اون فادي معلومات يعني خاطئه نعم خاطئه تكاين قال لك زعما في جو بونس في لا سويد ولا زعما سي اون ريفيرونس اللي زعما حندوها بلي الام تحط في فمها باش تعطي لها تعطي الرضيع الجراثيم
الجيم هذوك تقوي له المناعه تاعو. الوغ ما فهمناش لا سوسيت ماشي هي اللي حتعطي المناعه، هذيك تسرى نقولوا كي يكون متادي باسكو باللعاب تاعو حد الام حتخدم له حليب على حساب اللعاب تاعو، لكن بلا سوسيت شكون اللي حيخدم؟ دونك هذه من المحفزات باش يصرى التسوس عند الرضيع. دونك هادو هما الاشياء اللي لازم نجنبهم. عندك الارتجاع اللي عندهم لو غوفلي مساكن اللي عندهم لارجي، وهذاك يقعد دائما الحموضه وتقعد لهنا، هذا ايضا التشخيص لازم يكون عنده. اسكو من قبل كي تبداو ندخلوا اسرى التسوس نقولوا لها الام اسكو كان عنده من قبل الارجي وكان يقعد له لهنا، يعني قلنا اللجام لسان مربوط، عندنا الارجي، عندنا مشكل تاع الغدد اللعابيه، هذا هو التشخيص اللي لازم الطبيب الاطفال وطبيب الاسنان ولا اللي لازم يقوموا باش نلحقوا للرضاعه، ماشي باش نحبسوها. كاين بزاف اللي يقولوا لهم بعد العام لازم تحبسوا خاطرش الرضاعه الليليه اللي تسبب، هي السبب ما نحبسوهاش برك الام، باسكو الام لازم تقارن ما بين اسكو الرضاعه تستاهل نحبسها على جل تسوس الاسنان، باسكو على بالي بلي الرضاعه رايحه هي اللي حتى اللي سقمت لي كيما نقولوا صححت لي تطور الفك تاعو، هي اللي حتعطي لي اسنان صحيه باغ لا سويت، كي يطيحوا تاع لي دوندلي راح تعطي لي اسنان اخرى صحيه. هنا الام في هذه الحاله كي تكون الرضاعه نقولوا طبيعيه عنده الرضيع التسوس هذا وهي راهي عندها الرضاعات، هي اللي صاحبه القرار اسكو تواصل وتعزز تنظيف وكل شيء وتستنى تما تكون نقولوا تركز على الغذاء الاخر، باسكو بعد 6 اشهر تدخل التغذيه التكميليه. سي بور سا اللي نقولوا خلوا 6 اشهر باسكو اللعاب ما يكونش ايضا الغدد اللعابيه ما تكونش ناضجه في هذاك الوقت، ما يكونش كثره تاع اللعاب. دونك على بها نبداو يعني بعد 6 اشهر باش يكون الناضج. سي بوغ سا هذه سي بارمي لي بوان هادو ما ايفيتي لا ديفيرسيفيكاسيون. دونك من الاجراءات الوقائيه ضد تسوس الاسنان عند الرضع يعني بدايه التنوع الغذائي بعد الاخر، باسكو اللعاب الغده اللعابيه تكون نضجت بعد 6 اشهر. سي بوغ سا الحمايه واش نقولنا؟ قلنا اللعاب هو اللي يزيد باش ينيتوا وكل شيء باش يبعد على تراكم لا بلاك دونتيغ هذيك الترسبات هذيك. الاطفال يبداو يسنوا ابتداء من سن 5 اشهر وهما يسنوا، اذا دونك هما ما عندوش لعاب مليح وكل شيء، وتزيدي تدخلي له التغذيه والاكل والمشتقات تاع الحليب، تطلع الكازيين تطلع هذوما كامل رايحين ياثروا على الاسنان، يعني رجعوا وسط حموضي اكثر حموضه راح يتقبلنا هذا الميناء تاعنا لي ماي هذا يتقبوا ويكون شغل المسامات هذوك يخلوا يدخلوا للجذور هذيك لا بارتي لا دونتين هذيك تاعنا يحفروها ويصرى هذا التسوس. سي بور سا 4 اشهر 5 اشهر اللي بداوا التغذيه هما مهددين اكثر من بعد 6 اشهر. نعم على جال اللعاب ما كانش مازال ما نضجش وما كانش بكثره، لكن حتى الطفل عندما يصل مرحله يعني 4 اشهر 5 اشهر يبداو هذاك الضغط على الام يقولها احنا ولا غير 3 شهور ونص بديت له ياكل بديت له الماكله ما صرا له والو شوفيه اليوم. لا هذه خاطئه، هضرنا مع الاخ محمد في التغذيه التكميليه وقلنا يعني الجهاز تاعو غير ناضج المناعي، الجهاز الهضمي غير ناضج، هذا اللعاب الغدد اللعابيه غير ناضجه، العصاره تاعو غير ناضجه للهضم، وراسو ما يحكموش باش يقول لك لا ما ناكلش باش، هذوما كامل داخلين في وعلاش نخلو التغذيه بعد 6 اشهر كامله يكون كلش ناضج فيه. كاين شيء اخر في الاخر قلنا تاع الادويه تاع الام تحرص باش تعرف كي كل ما تاكل حاجه يعني فروكتوز تعرف بلي كلات بزاف هذوما الحاجات جازوا في الحليب تحاول تنظف الاسنان تاع رضيعها، وهو ايضا تنظف الاسنان تاعو. اذا صارت هذه المشكله في الليل تحاول تنقص الرضاع زي ما نقولوا كانت 5 تصبح 3 اذا حبت، اذا كانت مقتنعه باللي الاسنان تاعها اهم من الاسنان تاعو اهم من الاخر، غير ان قلنا الاسنان حنصيبوهم بعد السقوط تاعها. يعطيك الصحه نسرين على كل هذه التفاصيل، اظن اليوم عطينا لك مجال اكثر وقت كبير ومجال شكرا. اكبر للحديث عن هذا الموضوع تسوس الاسنان وعلاقته بالرضاعه الطبيعيه، باسكو احنا لازم الله يسلمك حبيت واش نقول لك لازم نعززوا الثقه تاع الام باش ما تسمحش في الرضاعه تاعها، تبحث عن السبب
تنحي السبب وتخلي الرضاعه في مكانها لانها غذاء ودواء. يعطيك الصحه، وحنا على هذا اللي فتحنا هذا النافذه على الرضاعه الطبيعيه من خلال المجهودات تاعك من في فقره الامومه والطفوله. وبهذه الفقره الجميله مشاهدينا نختم عدد اليوم من برنامج الشروق مورنينغ. ان شاء الله كل مواضيعنا اللي لها اليوم تكون نالت اعجابكم، ان شاء الله تسيوا ايضا الوصفه تاع بسمه قرفه. اترككم غدا ان شاء الله مع محمد الشريف في عدد ديني بامتياز. يلا مع السلامة.